على مود الحصة التموينية. شنو وصلكم معالي لحد الآن؟ الطانة طحين والطانة سمن وشكر. مو لو شكر مو لا, لا 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 ما وصلنا شكر. اها اثنين. في أي محافظة معالي؟ احنا من النجف. حياك الله بكل أهلنا بالنجف. طيب هذه مال كم شهر وصلتكم معالي؟ والله ما أعرف غير مال 14 ما نطينا. أنت سألتي أبو سألتي الوكيل؟ هو يقول بس من الوصلان لنا بس مادتين التمن والطحين. نعم والطحين والطحين. طيب زين مع الأسئلة سؤال يعني خاصة احنا في ظل أزمة فيروس كورونا هذه الفترة شلون دبرتوا حالكم بيها؟ شلون عشتوا؟ على شنو اعتمدتوا؟ والله بالقوة مدبريها. أولا احنا تحت وياك احنا قاعدين بالإيجار. طيب ومنطقة تجاوز يعني وأبونا يعني ما عجلت يعني بإيجار يومي قاعدين آجار ومنطقة تجاوز. اي أيوة والله العظيم. طيب وعندنا جهال يعني هسه اقول يعني لابد الدوام الدراسة ما نقدر عند الجهال لان ما عندنا يعني ماده ما عندنا يعني امكانياتنا ما استوعبنا يعني. بس والله معلي اسال السؤال ومعلي اسال السؤال التمن والطحين اللي استلمتوه مال كم شهر تقريبا؟ لان لحد الان صار 9 اشهر. مال شهر مال شهر واحد. شهر واحد. اها مال شهر. الزيت ما قطوا، الشكر ما قطوا. زيت ما